دخلتها عالم مواقع التواصل الاجتماعي في 2014 في سناب شات. كنت امرأة متغربة وكنت ننشر يعني صور التوعي والفيديوهات التوعي كي كنت نربي في بنتي الكبيرة، بنتي الكبيرة، وكيفاش كنت نقري فيها لتماك، وكيفاش يعني بعد الطلاق ديالي هذه هي. ومن بعد كنت ننشر يومياتي حتى وين جاتني في بالي نزيد ندخل الانستغرام.